سلام الله عليكم اعزائي تلاميذ سنه رابعه متوسط اهلا وسهلا بكم مع عميل جديد اعزائي متابعي القناة الجدد اهلا وسهلا بكم مع احبتي شرفتوني ونورتوني ما تنساوش فضلكم دعم القناه بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس باذن الله نواصل احبتي تقديم دروس الكتاب المدرسي تابعوا معي صفحه رقم 72 راح نشوفوا درس آه لي فيرب دو بارول نظن هذا المصطلح ما غريب عليكم لفرب دو بارول هي الأفعال التي نقدم بها القول وهذا لفرب دو بارول يعني راح نذكرونا بدرس آخر يعني آه من المنطقي أنه يكون من وراهم اللي هو درس لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور دي يعني الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر هذا الدرس كنا شفناه في سنه ثالثه متوسط فوالا voilà, راح نزيدو نعاودو نشوفوه في الدروس القادمة بإذن الله، إذا اليوم راح نشوفو لي فيرب دو باغول، نو زيتيديون لي فيرب دو باغول، راح نشوفو كل شيء يتعلق بهذا الأفعال، جوبسيرف إي جاناليز، فهو معايا نبداو قراءة النص، لو اللي هو التمييز العنصري، دي كو جو بوفي، جو فوزي دو بيتي بولو، بو أفواغ أن بو دارجون أن بلوس، عندما أجدو ال- أو عندما يكون باستطاعتي. une fois j'ai travaillé sur un marché de tabac. voilà j'attendais dans une allée l'arrivée du camion qu'on devait décharger quand un petit garçon me toucha la jambe et me dit excusez-moi je voudrais passer je me poussais un peu يعني وذات مرة كنت أنتظر يعني في طريق جانبية وصول شاحنة التي كان يجب علينا إفراغها عندما كان هناك طفل صغير لمس رجلي أو لمس ساقي وقال لي أعتذر أو عفوا أريد أن أمر وانا يعني جيم بوسي ان بو يعني كما نقولوا جبد روحو شويه فوالا لو بير جي فلا سون فيس اي لو كيا نو دوموندو بلي جامي باردون ان نغ اي لوردونا ا سان فيس دو م فرابي و ذلك الطفل كان الاب تاعو يعني معاه صفعه و صرخ عليه قائلا لا تطلب ابدا العفو من شخص زنجي الناقع يعني شخص اسود البشره وامر ابنه بضربه الوغ سيلفيسي مو دون كود دو بي دون لو تيبيا هذا الاخير يعني هذا الطفل اعطاني ضربه رجل كود بي يعني في الساق لو هو وعظم موجود في الساق اي سو et se retourna avec un regard triste, و يعني استمر في مشيه و بدأ يعني يدور على ورائه و بنظرة حزينة كأنه يلوم نفسه أو يعني نقدر نقول أنه ندم على هذا التصرف ولا أحبتي هذا فيما يخص هذا النص كما فهمناه يعني يتحدث على التمييز العنصري الذي يمارسه بعض الأشخاص على الأشخاص ذوي البشرة السمراء فوالا voilà. نشوفو الأسئلة مع بعض بخوميامون كالي لو سوجي أبوردي دون سو ديالوغ ما هو الموضوع المتناول في هذا الحوار اذا لو سوجي ابوردي دون سو هو التمييز العنصري فقط ملاحظه احبتي فيما يخص هذه الاسئله الخاصه بالنصوص حاولوا انكم تنتبهوا لها جيدا مثلا هذا السؤال كل لو سوجي ابوردي دون سو او دون سو هذا هاد نوع من الاسئله دائما ما يتكرر في الاختبارات وفي الفروض وكذلك في شهاده التعليم المتوسط يعني لما تقراو هذا السؤال راح تعرفوا بلي يتحدث على الموضوع العام تاع النص voilà. ثانيا غليف ليفيربانغرا دون لو تيكست استخرج الافعال المكتوبه باللون الغامق الاسود الغامق في النص هنا يا فقط ربما خطا مطبعي الافعال يعني ما دارهمش اونغرا ولكن هنا راهو يقصد ليفيرب دير اللي هو دي ليفيرب كريا اللي هو ليفيرب كريي وكذلك ليفيرب اوردوني اللي هي اوردونا دونك هذو هما لي 3 اللي آه لازم عليهم يكونوا باللون الغامق اذا كما راكم تلاحظوا راني درتهم بلون مغير حتى آه يظهروا احسن ثروزيما آه اكوا ما هو دور هاد الافعال كما راكم تلاحظوا هما جو قبل هاد النقطتين او بعدا هاد لي غومي او هاد القوسين الصغيرين هاد القوسين راح يكون فيهم لي بارول يعني كلام الاشخاص المتحدثين وهاد الافعال هاد لي فيرب دو بارول نستعملوهم حتى نقدم هاد الكلام او هاد لي بارول دونك ils servent à introduire les paroles voilà هذا فيما يخص الاسئله راح نشوفوا مع بعض القاعده ركزوا معايا جيدا je retiens les verbes de parole sont utilisés dans le افعال القول تستعمل في الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر في discours direct les paroles sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées. الخطاب المباشر الاقوال تنقل كما نطقت يعني uh, تنقل كما قالوها الاشخاص فوالا ما نديرو فيها حتى تغيير اون لو كونستات بار لا دي مارك دو ديالوغ لي يعني uh, هذيك المطه لي دو بوين اي لي يعني لو uh, uh, حين نعرفوه ببعض العلامات تاع الحوار اللي هي المطه لي دو بوين هادو نقطتين وكذلك هاد القوسين الصغيرين لي فيرب دو بارول بيرميت ا دو دوني دي انفورماسيون سور افعال القول تسمح للكاتب باعطاء معلومات حول يعني لما نستعملو هاد لي فيرب دو بارول راح نمدو معلومات اكثر حول لو تيب دو فراز يعني euh, نوع الجمله euh, مثلا اذا استعملنا لو فيرب دوموندي Uh, حين تكون اون فرازا ديكلاراتيف كيسيوني حتكون راح تكون اون يعني جمله استفهاميه ولا هنا جمله اخباريه سيكس كلامي راح تكون اون فرازا اكسكلاماتيف يعني جمله تعجبيه اوردوني حين نعرفوا باللي الجمله سي اون فرازا يعني جمله امريه فوالا voilà, يعني من هاد لي فيرب دو بارول رايحين نقدر نستنتجو نوع الجملة فوالا voilà. كذلك نقدر نعرف معلومات حول لانتنسيتي دو لا فوا يعني مستوى الصوت اذا كان يعني منخفض او مرتفع ورايحين نعرفو يعني نوع الكلام او نوع الصوت سكري يعني يصرخ يغلي يعني يصرخ بقوه شوشوتي أه يهمس أه مغمغي معناتها يتمتم يعني يحضر يعني بكلام أه يعني بكلام منخفض جدا فوالا voilà. كما شفتوا هادو كذلك سو سون دي فيرب دو بارول ويعطيونا نوع الصوت كذلك لدينا هنا هاد لي فيرب دو بارول راح نبينوا لنا لاتونسيون دو لوكيتور يعني حاله الشخص المتحدث أه، مثلاً لدينا أدمتر تعني اعترفة، أكيسي تعني رضخة أو قبلة، أبفوذ معناتها يثبت، بروتستي يحتج، بريتندر تعني يدعي، أفرمي يؤكد كذلك تبين لنا ليموسيون يعني الحاله العاطفيه مثلا لدينا جيميغ تعني يتاوه او يتالم نوعا ما اه كري يصرخ امبلوري تعني يتوسل سولامونتي تعني يشتكي فوالا كما شفتوا لهنا احبتي هاد لي دو لنا يعني الجمله كيفاش رايحه تكون يبين لنا طبيعه الصوت وكذلك الحاله اللي يكون فيها الشخص المتحدث فوالا لدينا نقطه اخرى فيما يخص موقع هذا لي لدينا لو فيرب دو بارول بلاسي يعني فعل القول يمكن ان يكون موقعه في ثلاث اماكن مختلفه ا avant les يعني قبل القول ويكون متبوع بنقطتين لدينا هنا مثال لتوضيح اكثر اكزامبل ال سيكس كلام لي دو بوين هنا سيكس كلامي سي لو فيرب دو بارول تجي من وراه مباشره لي دو بوين لان الموقع تاعو في اول يعني قبل لي بارول اذا راح نديرو لي دو بوين نفتحو لي غيومي او جو سوي كونتر لو راسيزم وهنايا نقفلو لي غيومي لانه هذا هو القول تاع الشخص المتحدث ب في milieu avec inversion du sujet. يعني هذا لو فيرب دو ممكن يكون في وسط القول ولكن مع عكس موقع لو يعني لو هو في الحاله العاديه يكون دائما قبل لو ولكن في الحاله هذه هو راح يكون من وراء لو فيرب او سيكس كلامتال جو سوي كونتر هنا لاحظوا معايا لو فيرب كلامي جاتنا في وسط القولة euh, وحنا درنا ال درناها من وراء لو فيغ ضفنا لو تي هادي لانه euh... تسمع لازم علينا كي نديرو لانفيرسيون تاع لو سوجي ندخلو لو تي فوالا دونك لو فيغ سيكسكلامي الموقع تاعو جا اون ميليو دو فراز ولا اون ميليو دو لا بارول سي ابري افيك انفيرسيون دو سوجي كذلك يمكن ان يكون هاد لو فيغ دو بارول بعد القول وكذلك بعكس موقع لو سوجي مع لو فيرب <applause> اكزامبل او جو سوي كونتر لو راسيزم سيكسكلام تال <applause> فوالا لاحظوا معايا اللي هنا عندنا آه، لا بارول هي الاولى اون بعد درنا من وراها لو فيرب دو بارول مع عكس لو سوجي مع لو فيرب نتمنى يكون هذا الشيء واضح اللي امبورطون دو نو با اوزي سولومون لو اي دو لي دو ومن المهم جدا اننا لا نستعمل فقط الفعل ديغ يعني لو فيرب دو هو ديغ ولكن يجب علينا ان ننوع في هذا الافعال لانه القاموس الفرنسي او في اللغه الفرنسيه توجد الكثير من لي فيرب دو بارول لازم علينا نوع فيها ولكن بشرط اننا نحط كل فعل على حساب الموقع تاعو الصحيح يعني على حساب القول اللي بين قوسين راح نشوفو هذا في التمارين باش نوضحوها اكثر فوالا هنا فقط احبتي قبل ما نكملوا صفحه رقم 72 عندنا هذا اكليراج يعني لتوضيح اكثر تبعوا معايا لو ديسكور indirect ne نو بورت با لي مارك دو ديالوغ يعني في الخطاب الغير مباشر

انه لما نحولوا الجمله لم من لو ديسكور ديريكت الى لو ديسكور ان ديريكت اول حاجه اللي نتخلصوا منها هي لي مارك دي دي دو ديالوغ نحيو هذوك لي دو بوين لي غيومي و لي تيري كذلك اي حين نستعملوا اون بروبوزيسيون سوبوردوني وندخلوا فيها لا كونجونكسيون دو سوبوردينياسيون كو فوالا voilà. عندنا هاد ليكزومبل راح نوضح لكم اكثر لو بير ريبون كو لو راسيزم دوات اتر كومباتو الاب اجاب بان التمييز العنصري يجب ان يحارب هذه احباتي ثم euh, هذه الجمله راهي في لو جيسكور انديريكت ودخلنا فيها لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون كو هذه هذه راح تعوض لنا لي دو بوين وكذلك لي غيوم هادوك اللي كانوا ابري لو فيرب دو بارول فوالا أه لتوضيح اكثر يعني راح ننصحكم احبتي بمراجعه درس لو ديسكور ديريكت و لو ديسكور ان اللي كنا شفناه في سنه ثالثه متوسطه راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف أه حاولوا انكم تراجعوه جيدا حتى تكون عندكم يعني أه معلومات مثبته عليه باش الدروس القادمه لما نديروا هذا الدرس يعني نلقاكم على الاقل فاهمينه شويه فوالا يعني ما صعوبه في فهم الاضافات الجديده ولا احباسي هذا فيما يخص صفحه رقم 72 صفحه المواليه راح نكملوها في فيديو منفصل وبعد ذلك راح نجمع لكم الفيديوين مع بعض لانه بعض التلاميذ يحبوا يحضروا كل درس وحده وبعض التلاميذ راح يحضروا الدرسين مع بعض وانا هنا لتلبية طلبات الجميع ولا احبتي نتمنى يكون الشرح واضح يعني ما تخافوش منه فقط راه درس سهل بزاف بزاف رايحين نفهموه اكثر في الملخصات والمراجعه بهذا نكون وصلنا لنهايه هذه الصفحه اترككم فيها تلاحظوا سلام الله عليكم